سيزونات انا ماخذهم منك. اويلي على الايم، اويلي على الايم. يا عمر الهيد واي صارت فل هيد شوت، ضبطنا الحساسية، الهيد فاير 100%. السلام عليكم، نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذا الفيديو أفضل وأقوى حساسية هيد شوت وثبات إيم جيروسكوب وبدون جيروسكوب والجميع الفريمات للجوال وللآيباد. طبعا يا إخوان أكيد راح تسألوني ماهر ليش نزلت فيديو الحساسية شوية بدري، لسه ما في تحديث. طبعا يا إخوان أنا أنزل فيديوهات الحساسية من شهر لشهر تقريبا، وبعد كل تحديث أنزل فيديو حساسية واحد. يا إخوان أنا عدلت على الحساسية بعد التحديث الحالي، ولكن يا إخوان قبل كم يوم ببجي موبايل نزلت تحديث أو تحديثين داخلي للعبة، وحسيت حساسية الهيب فاير صار فيها شوية ضياع ايم، وكمان اخوان الايم ما يجي على الخصم. فاخوان عدلت على الحساسية كمان مرة ثانية، تعديل جدا اسطوري، صارت ما شاء الله فول هيد شوت والثبات اشي كثير اسطوري. فاخوان اتمنى دعم المقطع باللايك، بدنا نوصل هذا المقطع اقل اشي 10,000 لايك. عزيزي المشاهد ايش خسران، انزل جوا سخن الفيديو لايك، وكمان اشترك بالقناة، واهم شيء اخوان فعلوا زر الجرس، لانه في محتوى اسطوري راح ينزل بعد 5 ايام فقط، محتوى اسطوري ان شاء الله. فحبايب ما راح اطول عليكم اكثر، نبدا بالفيديو ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان التعديل اللي صار على الحساسية صار على حساسية الهيب فاير الشخص الثالث بدون منظار، وكمان يا اخوان عدل التعديل بسيط على حساسية اسكوبات. ما شاء الله يا اخوان تعديل كثير قوي بدون اي ضياع مثل ما شفتوا بداية الفيديو. فحاليا يا اخوان راح استعرض لكم الحساسية بشكل كامل مع الاكواد، ولكن يا اخوان اللي بده كود الحساسية، كود اعدادات الايباد، كود اعدادات الجوال بالوقت اللي بدكم اياه، لان يا اخوان ممكن اي شخص منكم حاليا يشاهد الفيديو وشويه متاخر يكون منتهي مده الكود. تعرفون يا اخوان اذا في كثير ناس راح تاخذ الكود راح تنتهي مده صلاحيه الكود. يا اخوان اللي بده كود الحساسيه، كود اعدادات الجوال او كود اعدادات الايباد بالوقت اللي بدكم اياه، باليوم بالليل، انا يا اخوان ان شاء الله كل ساعه راح احدث كود الحساسيه وكود الاعدادات، وراح اخلي لكم الرابط بالوصف. يا اخوان افتح وصف الفيديو، الرابط اول شيء اضغطوا عليه برابط مباشر ياخذكم على الحساسيه. وكمان يا اخوان افتحوا وصف الفيديو، لانه في كثير فيديوهات كثير روابط اكيد راح تستفادوا منها. يا اخوان مثل ما تشوفون حاليا هذا الحساسيه بشكل كامل، هذا الحساسيه بدون جيروسكوب، اللي بده يلتقطها ما ياخذ الاكواد. هاي كمان يا اخوان الحساسيه الجيروسكوب بشكل كامل، هذا الخانة الثانية من الاي دي اس الجيروسكوب. حاليا يا اخوان نعطيها تحميل على السحابة، وهذا الكود بشكل كامل. فمثل ما ذكرت يا اخوان افتحوا وصف الفيديو خانة الوصف، وان شاء الله الرابط مثبت باول تعليق، رابط الحساسية ورابط الاعدادات بالوقت اللي انتم بدكم اياه، سواء باليوم بالليل اي ساعة ان شاء الله تدخل على الرابط، ان شاء الله تلاقي الحساسية والاعدادات محدثة ومثبتة ان شاء الله. من يا اخوان تضغطون على الرابط ياخذكم برابط مباشرة على الحساسية والاعدادات. فحاليا يا اخوان ننتقل على شرح كيف تتخلص من اللاج والتقطيع والدمج الوهمي وارتفاع ونزول البنج. يا اخوان شرح كثير مهم، شاهدوا يا اخوان كمان الشرح عشان تستفادون. فطبعا يا اخوان عشان تتخلصون من اللاج والتقطيع والدمج الوهمي وارتفاع ونزول البنج والموتات ورا الكفر، جبت لكم شرح اسطوري وتابعوا معي خطوه بخطوه. اول شيء اخوان راح نروح على الاعدادات. مثل ما تشوفون حاليا عند البنك 360، مثل ما تشوفون باللوبي، مثل ما تشوفون حبايب كمان نفس الشبكه، عشان ما تقولوا لي ماهر انت غيرت الشبكه، انت لعبت شيء، مثل ما تشوفون يا اخوان تركت لكم زد 9KH3. اوكي حبايب البنك 360. بعد يا اخوان ما نروح على هذا البرنامج الاسطوري، نطلع من اللعبه بهذا الشكل، هذا البرنامج. بعدين نحط لعبه ببجي موبايل بوست، يشتغل معانا البرنامج وبهذا الشكل حبايب، تقريبا 99 كمل بالمية، والحالو يدخل تلقائيا على الجيم. يا اخوان هذا البرنامج مو بس يثبت عندك البنج، مو بس يخلي البنج عندك ثابت لا يرتفع ولا ينزل، والله يا اخوان البرنامج يعطيكم اكثر سلاسة للعبة،
ما شاء الله الرسومات تصير اكثر سلاسه، عندك في قطعات شوي تصير بالجيم او لاك، هذا يخلي اللعبه البوست فيها جدا جدا اسطوري. يا اخوان انا نزلت فيديو تقريبا قبل يومين عن هذا البرنامج، اجت انتقادات مار انا اشتريت البرنامج، اشتركت بالبرنامج ولكن بدون اي افاده. والله العظيم هاي اول مره احلف علشان ببجي انه يا اخوان البرنامج فرق معي 360 درجه، كنت اموت ورا الكفر، لاقوا تقطيع ودمج وهمي بشكل فظيع مو طبيعي. طبعا يا اخوان بعد ما فعلنا البرنامج حاليا نروح على الاعدادات ونروح على البينج، مثل ما تشوفون يا اخوان حاليا عند البينج 93، تخيلوا يا اخوان من 360 على 93. مثل ما تشوفون يا اخوان البرنامج انفعل ونفس الشبكه تماما، تروك تيليكوم زد 9 يا اخوان اتش 3. وطبعا يا اخوان مثل ما تشوفون حاليا نروح على البرنامج، انا مفعل البرنامج يا اخوان وداخل عن طريق البرنامج على اللعبه. مثل ما تشوفون يا اخوان مسرع اللعبه، مسرع البنك، مسرع المعالج، عن جد يا اخوان البرنامج اسطوري. ولكن يا اخوان بسبب مميزات هذا البرنامج الاسطوريه، البرنامج اشتراك، تقدر تشترك اسبوع، تقدر تشترك شهر، او تقدر تشترك يا اخوان سنه. وكمان يا اخوان اشتراك البرنامج كثير رخيص، تخيلوا يا اخوان الاشتراك الشهري للايفون تقريبا 3 دولار وللاندرويد تقريبا 3 دولار ونص. عن جد يا اخوان انتم اشتركوا بالبرنامج اسبوع زمان وشوف الفرق، بعدين يا اخوان اشتروا البرنامج شهر او سنه اللي بدكم اياه. واكيد يا اخوان راح تسالوني ماهر هل البرنامج عليه باند، هل البرنامج عليه مشاكل بالنسبه للعبه؟ يا اخوان انا حاليا صار لي استخدم البرنامج فتره ما عليه اي مشاكل ولا واجهت اي مشاكل. اخوان اذا صار عندك مشكله بالحساب فانا الحمد لله تقريبا صار لي فتره استخدم البرنامج ما عندي عليه اي مشكله، ومثل ما تشوفون يا اخوان على حسابي الاساسي. فحبايب رابط البرنامج مثبت باول تعليق وكمان راح اخليكم اياه بالوصف، واتمنى يا اخوان تستفادون على هذا البرنامج لانه انا البرنامج كثير كثير فادني. يا عمر الهيد، يا عمر الهيد، واي وقفوا وقفوا سيارة، وقفوا حيك منهم اثنين اثنين نوك اثنين نوك سموكات اضرب حبلة صابر خل الزين يا محمد ولي. ست زينات انا ماخذ منك اويلي على الايم، اويلي على الايم، هذا نوك